هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامج مسار السوق. ألتقيكم أنا رولا طراوني بصحبة زميلتي حفيظة البشري. أهلا ومرحبا بك حفيظة. أهلا بك رولا، وأيضا أهلا بمشاهدينا الكرام. طبعا اليوم سنناقش كيف أغلقت الأسواق الخليجية، وسيكون برفقتنا في استوديو البرنامج الأستاذ زياد دباس المحلل المالي. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك يا مرحبا. اليوم كيف بدأت لدينا أول جلسة تداول لهذا الأسبوع؟ التفاصيل نتابعها بعد قراءة أبرز العناوين. ضغوط بيعية على مؤشرات الأسواق الخليجية، العقار يقود تراجعات سوق دبي، والقطري يصمد فوق 9600 نقطة. الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يؤكد لسي إن بي سي عربية أن اقتصاد بلاده قادر على التماسك وتحقيق فوائد مالية لمدة 5 سنوات. الأرباح السنوية لصناعات قطر تهبط 30%، والفصلية تهوي أكثر من 60%، ومجلس الإدارة يوصي بتوزيع 50% نقدي عن العام 2015، والسهم يهبط بنحو 3%. تراجع الأرباح السنوية لشركة سوق دبي المالي بنحو 66% إلى 261 مليون درهم، وتوصية بتوزيع أرباح بنسبة 5% من رأس المال، والسهم يهبط بأكثر من 2%. ونتابع في آخر التطورات، كان قد أشار البنك الدولي إلى أن دول الخليج ستتحمل بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية مدة 4 أو 5 أعوام قادمة، وأشار إلى أن عجز الميزانية سيصل إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي لدى هذه الدول. مشاهدينا، نلقي نظرة على إغلاقات الأسواق الخليجية العاملة خلال هذا اليوم، وكان هناك تباين في الأداء. لاحظنا مؤشرة الكويت كان لديها أيضا تباين في الأداء، بالنسبة للوزن تراجع بأقل من 10 النقطة المئوية، لكن مؤشر الكويت 15 ارتفع بقرابة 10 النقطة المئوية، وأيضا سجلنا ارتفاعات على مؤشر الكويت السعري بقرابة 10 النقطة المئوية. أسواق الإمارات تراجعات على سوق دبي بحوالي 16 النقطة المئوية، حاول الحفاظ على مستوى 3037 نقطة، فقد حوالي 21 نقطة. أيضا كان هناك ضغط من القطاع العقاري بالنسبة لسوق دبي المالي. سوق أبو ظبي تراجع بقرابة 19 نقطة المئوية، حاول الحفاظ على مستوى 4103 نقاط. بالنسبة للبورصة في قطر أيضا تراجعات بحوالي 16 نقطة المئوية، 63 نقطة فقدها المؤشر عند مستوى 9620 نقطة، وسط ضغط من عديد من الأسهم القيادية. أيضا مؤشر سوق البحرين كان على تراجعات بأقل من 10 نقطة المئوية عند مستوى 1176 نقطة، لكن مؤشر سوق مسقط كان على ارتفاعات جيدة بدعم من القطاع المصرفي، وارتفاعات قربت 11 نقطة المئوية، أضاف 58 نقطة عند مستوى 5298 نقطة. عن طبيعة تداولات مطلع الأسبوع أعود إلى ضيفي السيد زياد دباس المحلل المالي، أحييك من جديد. دعني أبدأ معك في القطاع العقاري. نسمع اليوم من إعمار أنها ستقوم بدراسة مشروع الإطلاق أيضا برج جديد في منطقة حيوية جدا، هل هذه إشارة لطمأنتنا بأن القطاع العقاري يقوم باستثمار رأس ماله بشكل جيد؟ ما زال في مشاريع جديدة بهذا الشكل؟ نعم طبعا، هو لا شك أن القطاع العقاري إعمار طبعا تعطي مؤشر هام عن القطاع العقاري، وكل مشاريع طبعا إعمار بصورة عامة يعني، حتى وأيضا مشاريع الدار يعني أثبتت نجاحها، وهذه المشاريع يعني الآن إطلاقها في الظروف الحالية أيضا كما ذكرتي هو مؤشر هام على أن القطاع العقاري لا يزال يعني في نشاطه. والقطاع العقاري يعني في الإمارات يعتبر من أنشط القطاعات على مستوى العالم بصورة عامة يعني، والطلب عليه كبير لا يزال. وطبعا هي في تفاوت في موضوع التقارير تصدر عن أداء القطاع العقاري، لكن أنا أتصور يعني مثلا في أبو ظبي احنا يعني أعمال الأسعار ترتفع، نعم، والإيجارات ترتفع، ودبي طبعا في تراجع بسيط
لكن محدود مقارنة بالارتفاعات القياسية اللي حققها خلال عدة سنوات. طب ممكن مثل هذا خبر ينعكس على السهم لفترة جيدة من الوقت بشكل إيجابي؟ بمعنى إذا أنا كنت أستثمر في سهم إعمار على سبيل المثال، وأرى السوق متباطئة أو متراجعة، وتعلن الشركة بأنها تقوم باستثمارات حيوية، هذا يعطيني فكرة بأنها لو لم تكن مرتاحة ماديا لما قامت بالاستثمار في مشاريع جديدة. صحيح. هو طبعا هو للأسف أنه الظروف الحالية للأسواق مش عمالة بتساعد بالتفاعل الإيجابي لأي خبر إيجابي عن أي شركة، يعني لأنه السوق بصراحة يعني الآن يعيش في مرحلة يعني عدم الثقة، وبالتالي هذا الخبر مفروض طبعا حرك حتى قطاع العقار كله وأعمار بالذات. طبعا نحن بانتظار أيضا نتائج أعمار، لأنه طبعا بصراحة أعمار نتائجها مهمة جدا طبعا، وتوزيعاتها أيضا مهمة جدا، وهي أيضا تعطي مؤشر هام واستراتيجي عن أداء قطاع العقار في دبي لأنه قطاع الأنشط. لكن أنا بتصوري أنه إذا ما السوق استقرت بصورة عامة يفترض بالقطاع العقاري اللي هو له حصة كبيرة من التداولات أنه يأخذ يعني خلنا نقول وزنه ويأخذ يعني مدى إن شاء الله. نعم، نتحدث عن نتائج الشركات التي ظهرت إلى حدود الآن. لدينا العديد من الشركات في سوق دبي المالي وأيضا في سوق أبو ظبي المالي أعطت نتائجها. الاتحاد العقارية تراجع الأرباح 50%، أراميكس تراجع الأرباح 2%، سوق دبي المالي أيضا تراجع الأرباح، دبي للاستثمار تراجع الأرباح 17% على امتداد 2015 مقارنة ب 2014. أيضا كان لدينا بعض النتائج إيجابية بالنسبة للقطاع المصرفي في سوق دبي وبعض المصارف في سوق أبو ظبي المالي. كيف قرأت هذه النتائج وما المتوقع لهذا الربع الأول بالنسبة ل 2016؟ والله شوف، هو طبعا احنا بالنسبة لنا نعتبر انه القطاع المصرفي هو العمود الفقري للقطاعات الأخرى، وأداء القطاع المصرفي هو يعكس أداء قطاع الاقتصاد كله بصورة عامة. صحيح. وبصورة عامة يعني كانت النتائج البنوك عندنا متميزة خلال العام الماضي، سواء بنوك دبي، انت شفت كيف النمو في أرباح بنك دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي. صحيح. وأيضا في بنوكنا في أبو ظبي. بعدين يعني البنك المركزي اللي هو السنة حط شروط إنه لازم يعني وافق على التوزيعات. صحيح. وافق على كل التوزيعات. وبعض البنوك زادت توزيعاتها. كانت سخية طبعا. العديد يعني من المصارف. وبالتالي يعني هذا أعطى مؤشرات على إنه البنوك تتمتع بمؤشرات سيولة عالية. نعم. مؤشرات يعني قوية. ما فيش عندها مثلا مخاطر، وبالتالي يعني انت لما تسمح لها تزوزع 45% من راس مالها هذا مؤشر على انه البنوك يعني في عندها جوده في الارباح، كواليتي في الارباح. وكواليتي طبعا احنا في عندنا في موضوع الاصول اللي هي الاصول طبعا هي القروض يعني. صح. طبعا هي بعض الشركات في قطاع الخدمات لا شك انها تاثرت، يعني سوق دبي المالي مثلا على سبيل المثال السنه الماضيه كان السوق تعرف مولع طول السنه يعني ما عدا الربع الاخير، السنه هي تراجع بنسبه كبيره، وبالتالي هو يعتمد على التداولات. نعم اكيد. وارامكس طبعا هو طبعا تراجعها بسبب يعني خلينا نقول هذا استثنائي ولن يتكرر. فعلا حتى استثمار. نعم. فعلا تم الاعلان عن هذا الموضوع. بالضبط يعني. وبالتالي يعني باقي الشركات يعني بصراحه يعني جيده وافضل من كل التوقعات. نعم. طيب، سهم شركة سوق دبي المالي أيضا أعلنت عن النتائج، انخفاض في الأرباح الفصلية تقريبا بحدود 80%، وانخفضت أرباح الشركة عن مجمل العام الماضي بقرابة 66%. صحيح. نتحدث عن هذه الشركة تحديدا، هل هي تعكس فعلا أداء السوق؟ لأن هي تستثمر في السوق السهم. لا، هو طبعا هو سوق دبي المالي هو بعكس حجم التداولات. زي ما ذكرت احنا سوق دبي المالي مصدر الدخل الرئيسي هي العمولات اللي بياخذها المستثمرين. نعم. لذلك مثلا ايام الطفره يعني طبعا هم لما ايامها حددوا طرحوا سووا مساهمه عامه حددوا راس ماله 8 مليار ايامها. نعم. 8 مليار طبعا اكبر شركه مساهمه. طبعا. السبب انه كان يتوقع انه يكون الفوليوم كبير جدا. وبالتالي ارباحه كانت عاليه جدا. يعني توزيعاته عاليه، لكن الان يعني بصراحه توزيع يعني الفوليوم ضعيف جدا اليوم. نشوف انت كنا بعض الايام مليارين. صح. مليارين ونص، مليار ونص. اليوم كم مليون؟ 300 يمكن. طيب 300 مليون يعني عدم مؤاخذه يعني هذول يا دوبك خطر سيارة. يا دوبك يعني. فهو يعني مرتبط، وسوق دبي بالذات
الفيض شركة مساهمة، وبالتالي كبر رأس ماله 8 مليار، خلى يعني انه ارباحه على رأس المال تكون ضعيفة جدا. يعني بعكس سوق وضبط، سوق وضبط لا زال سوق حكومي مملوك للحكومة، وبالتالي طبعا ما فيش له مساهمين. واحنا طبعا كنا ننتظر ونتوقع انه بربع الاخير من العام الماضي انه يندمجن السوقين. يعني بصراحه يعني اندماج السوقين بالمرحله ايضا مهم، لانه بيعطي قوه للاسواق، وخاصه انه احنا الان يعني نسعى الى استقطاب الاستثمار المؤسسي. نعم نعم. يعني وبالتالي انا بصراحه يعني اولا امس انبسطت انا يعني طبعا من بنك ابو ظبي انهم رفعوا حصتهم، يعني كانوا طبعا اول هم متداولات، رفعوا حصتهم بالاستثمار المؤسسي الى 40% و60% افراد. كان هذا طبعا شيء مبشر، يعني لو كل الوسطاء استقطبوا اكبر نسبه من الاستثمار المؤسسي ما بتلاقيش احنا تقلبات شديده عندنا ومخاطر مرتفعه، مضارب بيشتري اليوم وبيع بكره، عرفت كيف؟ عشان سوقنا سوق مستقر وبيعكس واقع اقتصادي يعني بدوله. واحنا اقتصادنا يعني كل التقارير العالميه يقول اقتصاد الامارات اقتصاد جيد متنوع الدخل. نعم. إذا ما تحدثنا عن مسار السوق خلال هذا اليوم وجلسة اليوم، لاحظنا الأسبوع الماضي كان أداء إيجابي بالنسبة لكل المؤشرات الخليجية، خاصة مؤشرة الإمارات، سوق دبي وسوق أبوظبي. جلسة اليوم لاحظنا تراجعات، كيف رأيت الأداء على امتداد الأسبوع الماضي، وأيضا هل كان متوقع أن يكون هناك تراجع اليوم، وما هي الأسباب لهذه التراجعات؟ والله طبعا شوف الأسبوع الماضي تذكروا أنه النفط ارتفع بنسبة كبيرة، أكيد، وبالتالي انعكس هذا طبعا اسواق الخليج. وذكرت انا في اكثر مناسبه انه الان نسبه الارتباط ما بين حركه النفط واسواق الاسهم اصبحت تتجاوز 90%، وهي لاول مره يعني تصل النسب العاليه جدا. وبالتالي ارتفاع النفط بهذه النسبه خلى يعني رفع المعنويات سواء الاستثمار المحلي او المؤسسي او الاجنبي. وبالتالي الحمد لله الاسبوع الماضي بصراحه يعني كان يعني اسبوع بكل المعايير مبشر. نعم. وكنا نتامل انه سوقنا يبدا يعني مرحله جديده، وبالتالي تبدا الاسواق يعني تاخذ الاسهم تاخذ حقها، لانه الكل مجمع على انه اسعار شركاتنا معظمها اندر فاليو. نعم. اقل من قيمة العادله بكل المعايير. يعني الان انت مثلا الخليج الاول سعره 10 دراهم بوزع درهم، يعني 10% العائد. فعلا. وين تلاقي 10%؟ صح. 10% احنا هاي بالحلم. فعلا. لكن بين الناس يعني. فعلا. واليوم بتداول عندك من قطاع البنوك متراجع. من هو؟ بنقطة هي ونقطة و17 النقطة المئوية أغلق عليها متراجع. يعني السوق لا تتعاطى بالإيجابي اللي أنت ذكرتها مع هذه العوائد على الاستثمار. طب أعود إلى الموضوع هام جدا، أنت ذكرت أنه المخاطرة أحيانا تكون عالية عندما تكون حيازة السهم بنسبة أكبر للأفراد ورفع نسبة المؤسساتين جيدة. نطاق آخر في الحديث عن المخاطرة، معدل الدوران في السوق، بمعنى أنه يكون عندي متاح الأسهم والسوق يوميا في شراء في بيع، ما بيكون في ركود على بعض من الأسهم. صحيح. أستطيع أن أوفر السيولة، معدل الدوران هل تجده جيد في أسواق الإمارات كمان؟ شوف معدل يعني أعتقد أنا فقط أنه 20% من الشركات تداول أسهمها فقط. لذلك يعني للأسف أنه كنا نتوقع أنه عملية ماركت ميكر صانع ماركت ميكر، يعني مثلا سوق دبي كان احد الشروط يكون على الشركات اللي هي ضعيفه تتداول، لانه هاي الشركات يعني خلينا نقول يعني حرام، يعني فعلا شركات يعني اصبحت ضعيفه تتداول، وبالتالي سعرها لا يعكس واقعها. صح. يعني في اسواق العالميه كلها في ناس متخصص بالشركات هاي لانه لا تاخذ حقها. احنا لما يكون 20% من شركاتنا فقط تتداول و 80% راكده، هذا بصراحة يعني سوق غير خامل، غير عميق، خامل خامل ما في عندك يعني. غير عميق، خلينا يعني اصطلاحنا صح، يعني نتفق عليه أكاديمي أكثر يعني عرفتي. صحيح. أنت ما شاء الله عليكي، لكن فيش عمق فيه. نعم. وبالتالي هيك بقلل الفرص. لما يكون عندك 120 شركة كلها بتتداول عندك 120 فرصة. صح. لكن لما يكون 20 شركة إذا 20 هذا المضاربين مركزين على الشركات تاع ال20. صحيح. وبالتالي المخاطر عاليه. صحيح.
بماذا ننصح حاليا المستثمرين؟ طبعا العديد من المستثمرين. انا دائما صرت اقول تغير كل شعاري، صرت اقول الاسعار والاعمار بيد الله. لانه بطلنا نقدر ننصح. شايف السوق الان في عدم وضوح رؤيه. فعلا. وبالتالي انت لما تكون ماشي على دبي وضباب شديد منشغل الفلاشات ومنخفف عدم ثقه ايضا في طبعا هي كلها تنعكس هاي عدم وضوح الرؤيه، ضعف الثقه، تقلب الاسواق، ارتفاع المخاطر، كلها ما بتخلي الناس، عرفت كيف؟ يعني بسرعه، يعني كانت اول يعني تلاقي يوميا من الصبح تلاقي الشخص قرر يبيعه ويشتري من الصبح، اليوم متردد، اول شيء بده يشوف السوق شو وضعه الصبح، ماشي اموره، ابيع اشتري، فبقول لك تعال شو رايك انت؟ طب رايي انا شو عاد مبرطه من القصه انا. صح. دعنا نمر بجوله ايضا على المزيد من الاخبار، اذكر كما كنت قد اسلفت الذكر على موضوع سوق دبي المال للارباح، فقد اذكر بالنسب تحديدا كانت قد انخفضت ارباح سوق دبي المالي في الربع الاخير من العام الماضي بنسبه 9.8% لتصل الى 15 مليون درهم اماراتي، كذلك انخفضت ارباح الشركه عن العام المالي 2015 بنسبه 66% لتصل الى 261 مليون درهم. نتابع المزيد في عرض للزميلة مؤمنة. أهلا بكم مشاهدينا، وننطلق أو نتطلع إلى أداء شركة سوق دبي المالي لعام 2015 ما بين الأرباح، الإيرادات، العوامل المؤثرة على تراجع أرباح هذه الشركة خلال العام المالي 2015. لنلقي نظرة الآن على الأرباح الصافية الفصلية لهذه الشركة، كانت قد حققت خلال عام 2014 في الربع الأخير الرابع 138 مليون درهم إماراتي، تراجعت أو سجلت 45 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2015 و 15 مليون درهم إماراتي فقط خلال الربع الأخير من عام 2015 لتسجل تراجعا بنسبة 89% على أساس سنوي، وتسجل تراجع بنسبة 66% على أساس فصلي. كانت التوقعات تشير إلى 20 مليون درهم إماراتي ولكنها جاءت أقل من المتوقع حتى إلى 15 مليون و 500 ألف درهم إماراتي. ماذا عن الأرباح الصافية طبعا السنوية لهذه الشركة والتي حققت في عام 2013 285 مليون درهم إماراتي، ارتفعت في عام 2014 إلى 760 مليون درهم إماراتي، أي ما نسبته 167%، وارتفعت أيضا ربحية السهم من 3 فلوس إلى 9 فلوس، وبالتالي في عام 2015 تراجعت إلى 262 مليون درهم إماراتي بتراجع نسبته 66% لتعود ربحية السهم إلى 3 فلوس. هذا بالنسبة للأرباح الصافية. ماذا عن الإيرادات الإجمالية لهذه الشركة؟ حققت خلال عام 2014 إيرادات تبلغ قيمتها 937 مليون درهم إماراتي، تراجعت بنسبة 52% خلال عام 2015 إلى ما قيمتها 451 مليون درهم إماراتي. تتوزع إيرادات الشركة بشكل أكبر في قطاع التشغيلي بنسبة 87% حوالي 393 مليون درهم إماراتي مع نهاية عام 2015، والقطاع الاستثماري بنسبة 13% 57 مليون و300 ألف درهم إماراتي مع نهاية عام 2015. ما هي أسباب التراجعات؟ كانت طبعا لدينا السبب الأبرز هو تراجع رسوم العمولات بالتداول والتي هبطت بنسبة 85% من 806 ملايين درهم إماراتي في عام 2014 إلى 335 مليون درهم إماراتي في عام 2015. بالنسبة أيضا إلى رسوم المقاصة، تراجعت بنسبة 38% من 56 مليون إلى 35 مليون درهم إماراتي. المصاريف العمومية أيضا ارتفعت بنسبة 10% في عام 2014 سجلت 124 مليون، ارتفعت إلى 136 مليون درهم إماراتي. ما الذي أثر على رسوم العمولات للتداول طبعا بهذا التراجع الكبير الذي وصلت نسبته إلى 85%؟ أثر عليها طبعا قيم التداولات في سوق دبي المالي والتي تراجعت من
من 381 مليار درهم إماراتي خلال نهاية عام 2014، تراجعت بنسبة 60% لتصل إلى 151 مليار و400 مليون درهم إماراتي فقط. هذا بالنسبة لقيم التداولات. أحجام التداولات أيضا تراجعت بنسبة 40% من 160 مليار و500 مليون سهم، طبعا سهم متداول، إلى 98 مليار و200 مليون سهم متداول فقط في سوق دبي المالي. أيضا أحجام الصفقات تراجعت. لننظر إلى أحجام الصفقات، تراجعت من حوالي 2,400,000 صفقة بنسبة 34% تراجعت إلى 1,600,000 صفقة حتى نهاية عام 2015. نعود مشاهدينا ومعنا ضيفنا في الاستوديو السيد زياد دباس. سيد زياد، حاليا سوف أسألك عن ما هي العوامل التي ربما سوف تساهم في استقرار السوق؟ طبعا كما ذكرت أن استقرار السوق الآن أصبح يعني أكثر عامل مرتبط فيه اللي هو النفط. مجرد النفط استقر أو يبدأ بالارتفاع، بصراحة هذا راح يكون عامل مهم. الشيء الثاني طبعا في عندنا عوامل اللي هي التقارير اللي تصدر عن الموضوع الاقتصادي العالمي، بيشيروا الى ان الاقتصاد العالمي يعني يشهد تباطؤ، وبعض التقارير تقول لك لا يعني بالعكس انه في حركه وفي نمو. طبعا الاقتصاد الصيني اصبح الان عندنا ايضا له دور بيلعب. نعم. الاوضاع السياسيه بالمنطقه بصراحه له دور عندنا، يعني الان الاوضاع شايف انت موضوع اليمن وموضوع كذا، هذا برضه نعم بيلعب نعم دور يعني غير معلن. نعم. وبالتالي كلها يعني اسباب اقتصاديه نعم مع سياسيه، كله باكج عماله بيساهم السوق ما بيكون مستقر. فعلا. فنتامل ان شاء الله انه السوق يعني العوامل كلها هاي السلبيه تزول ويعود للاستقرار ويبنى من بعده بناء نعم قاعدة سعرية جديدة. وأشكرك جزيل الشكر السيد زياد دباس المحلل المالي. شكرا جزيلا. بعد قليل المزيد. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. طبعا واستكمال لنتائج الشركات خاصة في القطاع العقاري في سوق دبي، إعمار موز تعلن عن نتائجها المالية وارتفاع في أرباحها ب 23% للعام 2015 لتصل الأرباح في مجملها إلى 1,600,000,000 درهم إماراتي. هذا بالنسبة طبعا لإعمار موز. ونستكمل جولتنا ولكن هذه المرة إلى الكويت. صحيح رولا، حيث كشفت مسودة الخطة الحكومية الكويتية عن إجراءات تعتزم الحكومة تنفيذها لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في الميزانية عبر تخفيض الإنفاق وإيجاد روافد مالية جديدة عبر تقنين الدعم وأيضا تعديل رسوم الخدمات الحكومية. نعم. ونتابع أيضا في المزيد، حيث قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدان، قال إن اقتصاد بلاده قادر على التماسك وتحقيق فوائد مالية لمدة 5 سنوات مع أسعار نفط بين 30 إلى 50 دولار. وكشف الجيدان عن أن إيرادات القطاع غير النفطي في قطر تجاوزت لأول مرة إيرادات قطاع الهيدروكربون خلال عام 2015. طبعا مركز قطر المال يعتبر منصة حيوية لاستقطاب الاستثمارات العالمية، ويعتبر كوجهة ومنصة لقطاع المال والأعمال في دولة قطر. اليوم في مركز قطر الأعمال أكثر من 250 شركة من جنسيات مختلفة، هناك بنوك وشركات تأمين من قارة آسيا ومن قارة أوروبا وأمريكا، ونسعى أيضا في المرحلة القادمة أن ندخل إلى القارة الإفريقية ونستقطب بعض الاستثمارات القادمة من آسيا إلى القارة الإفريقية. وأيضا منصة مركز قطر المال يعتبر منصة حيوية لتبادل الخبرات وخلق الوظائف، وأيضا يعتبر كمختبر لتغيير السياسات في دولة قطر.
طبعا تطلقون بصفة دورية معايير ومؤشرات للتفاؤل، نحن نعلم أن هذه الفترة فترة ربما ضبابية في المشهد الاقتصادي، ضعنا في صورة هذا التفاؤل وهذه المؤشرات خلال سنة 2016. قد يكون هناك بعض انخفاضات في المؤشرات حاليا نظرا لانخفاض أسعار النفط، ونعلم أن دول الخليج ودولة قطر تعتمد اعتماد كبير على دول النفط، ولكن دولة قطر الحمد لله الاقتصاد الكلي في دولة قطر قوي جدا، مساهمة القطاع الغير هيدروكربوني ارتفع بنسبة كبيرة، اليوم القطاع الغير هيدروكربوني يمثل 70% من ناتج الدخل القومي في قطر، وأيضا الإيرادات القادمة من القطاع الغير هيدروكربوني من قطاع الاستثمار وقطاع الضرائب نوعا ما يرتفع بشكل تدريجي، واليوم في نهاية 2015 تمثل الإيرادات من القطاعات الغير هيدروكربونية أكثر من الإيرادات القادمة من القطاع الهيدروكربون، وهذا مؤشر لنمو القطاع الخاص وانفتاح الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا اليومي من برنامج مسار السوق، هذا لأن المخرج طلب منا أن نسرع في الإغلاق اليوم. نشكركم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة.